بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبيه الكريم، الله المستعان وبه ثقتي. أي سلسلة حلقات قدموها إن شاء الله تعالى موضوعها نظم العلامة بن عاصر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أولا النص، بعد ذلك الشرح إن شاء الله تعالى. فتنا قدمنا منه حلقتين والله ترجمة سابقا، لكن بدو معنى قوله: وقولوا لا إله إلا الله محمد أرسله الإله. تسمع كل هذه المعاني كانت لذا علامة الإيمان، وهي أفضل وجوه الذكر، فشغل بها العمرة تفوز بذخر. فصل: وطاعة الجوارح الجميع قولا وفعلا هو الإسلام الرفيق. قواعد الإسلام خمس واجبات، وهي الشهادتان شرط الباقيات. ما الصلاة والزكاة في القطاع، والصوم والحج على من استطاع. لما نجزهم بالإله والكتب والرسل والأملاك مع بعث قرب. وقدر كذا صراط ميزان، حول النبي صلى الله عليه وسلم جنة ونيران. وأما الإحسان فقال من دراه: أن تعبد الله كأنك تراه، إن لم تكن تراه إنه يراك. والدين الثلاث: خذ أقوى وراك. وقال لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا تجمع العقيدة كاملها، اللي هو ما يجب بحق الله سبحانه وتعالى، وما يستحيل وما يجوز، وما يجب بحق الرسول عليه الصلاة والسلام، وما يجوز وما يستحيل. وهي أفضل وجوه ذكري، معناها وجوه، معناها أنواع ذكري، لقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلته أنا أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. وفي رواية الموطأ: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فاشغل بها العمرة، معناها حد يشغل بها عمره كامل، تفوز، يفوز بالذخر اللي هو ما يدخر يوم القيامة. فصل: وطاعة الجوارح الجميع. الفصل أصلا تجي الحاجز بين الشيئين، قال بعضهم: وقطع بحث سابق عن لاحق يدعى بفصل في الكلام الرائق. فصل: وطاعة الجوارح الجميع، معناها طاعة، معناها انقياد الجوارح الجميع. الجميع اللي هو الجوارح عددهم سبعة، شن هما؟ هما اليدان والرجلان، اليدين والرجلين، واللسان والسمع والبصر والبطن والفرج. وإن قال لهم الكواسب، لأن الإنسان يكتسب بهم الخير والشر. انقياد الجوارح السبعة في القول والفعل، هو هذا هو اللي قالوا الإسلام الرفيع، معناها العالي الشاني. هو الإسلام في اللغة ينقال الاستسلام، وشرعا هو اللي كان يعرف لك انقياد الجوارح كاملة لطاعة الله سبحانه وتعالى، هذا ينقالوا الإسلام. وله يتكلم على قواعد، وقواعد الإسلام خمس واجبات، معناها قواعد الإسلام خمسة واجبات، وهي الشهادتان شرط الباقيات، معناها شهادة أن لا إله إلا الله سبحانه وتعالى، وشهادة أن محمد رسوله صلى الله عليه وسلم، معناها النطق بهما مع فهم معناهما ولو على سبيل الإجمال. شرط الباقيات معناها الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شرط في الباقيات اللي هي الأربعة الباقية، اللي هي الصلاة والزكاة والصوم والحج. ما الصلاة والزكاة في القطاع، معناها عنهم واجبين وجوبا قطعيا. والصوم والحج على من استطاع، واجبين على حد استطاع، حد مثلا من استطاع عليهم سبيلا. هذو هما قواعد الإسلام خمسة: شهادتين لا إله إلا الله أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع عليه سبيلا. قال لك: الإيمان جزم بالإله والكتب. جزم معناها قطع بالإله جل جلاله، ومعنى الإيمان بالله تعالى هو التصديق بأنه حق موجود قديم لا بداية له، باق لا نهاية له، مخالف لخلقه، قائم بنفسه، واحد لا ثانية له في ذاته، ولا شبيه له في صفاته، ولا شريك له في أفعاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قد حاط بكل شيء علما، وأنه على كل شيء قدير. خالق جميع المخلوقات، متصرف فيهم كما يشاء، فعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل
وهم يبتلون إلى أغلى ذلك من أوصاف الله سبحانه وتعالى والثناء عليه جل جلاله وتقدست أسماؤه. وقالوا عن القلب شيء خرج من التقليد تدبر في قوله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، به اللي الإنسان ما يقد خلق رأسه يا الله يتفكر أنه مخلق مولانا سبحانه وتعالى، مخلق له عينين وذنين ورأسه هكذا ورجلين ويدين وإلى غير ذلك من المسائل العجيبة وغريبة. وأنه تعالى لا يجب عليه شيء بل يجوز في حقه فعل كل ممكن وتركه، ويستدل على الخالق بالمخلوقات كما يستدل على الصانع بالمصنوعات. قال العلامة المرابط محمد والمتالي قال غاية علم العلماء ومنتهى عقول أرباب العقول والنهى أن يقطعوا أن لهذا الخلق مخترعا وجده بالحق متصفا بصفة الكمال منزها عن ضده المحال. لما ذاك الإيمان بالله سبحانه وتعالى والإيمان يجزم بالإله والكتب، الإيمان بالكتب السماوية أنها هي عددها قالوا عنها 100 كتاب وأربعة كتب أنزلت منها على آدم 10 وعلى ابنه 50 وعلى إدريس 30 وعلى إبراهيم 10 والتوراة لموسى والإنجيل لعيسى والزبور لداود والقرآن لمحمد صلى الله عليه وسلم لخاتم الأنبياء والمرسلين عليه وعليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم. معنى الإيمان بالرسل هو التصديق بأنهم حق وما جاءوا به حق، وأنهم كذلك جزم بالإله والكتب والرسل. معنى الإيمان بالرسل هو التصديق بأنهم حق موجودون وما جاءوا به حق، وأنهم عليهم الصلاة والسلام يجب بحقهم الصدق والأمانة والتبليغ، ويستحيل بحقهم الكذب والخيانة والكتمان، ويجوز في حقهم من الأعراض البشرية ما لا يؤدي إلى نقص في مراتبهم العالية كفل وكيل والشراب والبيع والشراء والنكاح إلى غير ذلك، والأمراض المنفرة ما تخلق لهم كيف البراس والفذام ونحو ذلك، وكذلك الحراف الدنية. الرسل عليهم الصلاة والسلام الدليل على صدقهم المعجزة النازلة منزلة قوله تعالى صدق عبدي في كل ما يبلغ عني، كيف هذا القرآن العظيم الذي معجزة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من معجزاته صلى الله عليه وسلم، هو المعجزة أن يقول آية صدقي كذا، دعوة مثلا التحدي القرآن العظيم جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه قريش بالغ الغاية في البلاغة وتوه عجزهم أن يأتوا بسورة من مثله. كذلك معجزة عيسى بن مريم جاء القوم اللي بالغين غاية في الطب ما هو عادي يبرئوا لك ما هو ولا برصة ووحي المتابين لله، ومعجزاتهم المائدة إلى غير ذلك، ومعجزة موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام العصا اللي جاء قوم فرعون بالغين ما هو ببلغ ما هو عادي في السحر، وجاءوا السحر كاملين وطلص عليهم وبلعتها كامل وعتلوا الكشت وكلوا تصرتوا. هذا مثلا وناقد صالح وسلامة إبراهيم من النار إلى غير ذلك من معجزات الأنبياء عليه على نبينا وعليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم. الإيمان يجزم بالإله والكتب والرسل والأملاك، ومع الإيمان بالملائكة والتصديق بأنهم حق موجودون ومن الذنوب معصومون، ومن صفاتهم أنهم لا يأكلون ولا يشربون، ليسوا بذكور ولا إناث، بل هم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، أنهم أجسام نورانية طعامهم وشرابهم التسبيح والتقديس. ومنهم الملائكة المقربين جبريل عليه السلام صاحب الوحي، ميكائيل عليه السلام صاحب الأرزاق، إسرافيل عليه السلام صاحب النفخ في الصور، عزرائيل عليه السلام صاحب قبض الأرواح، ومنهم حملة العرش، ومنهم رضوان خازن الجنة، ومالك خازن النار، ومنهم منكر ونكير صاحب عذاب القبر وسؤاله، ومنهم الحفظ رقيب وعتيد، ومنهم ملائكة موكلون ببني آدم والنطف والأرحام والتماس مجالس الذكر والسحاب ونحو غير ذلك، ولا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. قال تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو، صدق الله العظيم وبلغ رسول الكريم. وقال صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تئط ما فيها موضع قدم إلا وفيه ملك
راكع أو ساجد، وكما قال صلى الله عليه وسلم أطت معناها صوتت. جسم بالإله والإيمان جسم بالإله والكتب والرسل والأملاك مع بعث قرب، وصفه بالقرب لأن كل ما هو آت قريب. قال في الإضاءة: وكل ما جاء من الأخبار عن أحمد المخصوص بالإكبار صلى الله عليه وسلم، الإكبار اللي هو التعظيم، ذاك حق كائن لا يمترى فيه، وما كان حديثا يفترى مثل السؤال وعذاب القبر والبعث إلا ابدان يوم الحشر، بعينها لا مثلها إجماعا والاختلاف بعدها لا ساعة، هلاك عن تفريق تلك الأجزاء وعدم محض إليه يعسى إلى غير ذلك. بعد قرب وقدر، معنى الإيمان بالقدر هو التصديق بأن كل ما وقع من شيء فهو بعلم الله تعالى وقدرته، سواء كان خيرا وهو الحسنة أو شرا وهو المعصية، أو حلما وهو ثواب الطاعة أو مرا وهو عقاب المعصية، وأنه لا تأثير لشيء من الكائنات في أثر ما، كالماء للري وكالسكين والنار في القطع والتسخين. واجب للإيمان بالصراط وقدر كذا صراط الصراط والمرور عليه. صراط قالوا عنه جسر علامة جهنم، معناها كيف صالع على ظهر النار، أرق من رق من الزغبة وأحد من السيف، تجوزه العباد بحسب أعمالهم، منه ليؤخذ كيف البرق، وليؤخذ كيف الريح، وليؤخذ كيف جاويد الخيل، وليؤخذ كيف الحمير، وليقبضون على الله الكلاليب. أعاذنا الله وإياكم من النار وما قرب إليها من قول وعمل. كذلك ملي واجب الإيمان بالميزان، ميزان له لسان، له كفتان ولسان، ميزان حقيقي مثل ميزان الدنيا، لأنه منين قالوا عنه يرجح يرقب عكس ميزان الدنيا، ميزان الدنيا منين يرجح يقضي هو منين يرجح يرقب. وقالوا عنه عنده كفتين، واحدة من النور للحسنات واحدة من الظلمة للسيئات، هو قد كفات وقد اسمه الترى. وقالوا عنه تطرح فيه صفحة ما هي كبيرة مكتوبة فيه لا إله إلا الله، وعنها ترجح بكامل من السائل مثلا عفو الله سبحانه وتعالى. من اللي واجب به الإيمان المولي الثواب والحساب والعقاب، حتى يحاسب المرء على الفتيل، وحتى تقتص الجماء من القرناء اللي بلا قرون من ذلك البقرونة، ويدخل في يوم الآخر الموت وسؤال الملكين وعذاب القبر، لأن القيامة قيامتان صغرى، وهي موت كل إنسان وكبرى، وهي نفخة الصعق. من اللي واجب به الإيمان المولي وقال لك قدر كذا صراط ميزان، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، حوض طه مولانا سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، تريده جيمته ماءه أشد بياض من اللبن وأحلى من العسل، من شرب منه لم يظمأ أبدا، وكيسانه معناه مغاربه قد عدد نجوم السماء، ويذاد عنه من بدل وغجر. وقالوا عن شربهم الناس اللي يشربوا منه، عن شربهم منه ما هم عنهم عطاش، عنهم يشربوا للتلذذ. من اللي واجب به من المولي الجنة والنار، صراط ميزان حفظ النبي صلى الله عليه وسلم، جنة ونيرا، الجنة والنار، وأنهما مخلوقتان وأنهما موجودتان الآن، معدتان لمن أراد الله نعيمه وعذابه. الجنة فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ العيون، وتم فيها خالدون كما جاء في الكتاب العزيز. وفي الحديث القدسي: أعددت عبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قالوا عنها فيها سواق، وعن يتمنى واحد من أهل الجنة عنه تقريبا يحرث لا ما يوفى من يتولين هو الحيثة فات نبتت، وما اللي رمشيه هي مقطوعة، وفيها سواق يشوفهم أهل الجنة مثلا، معناها فيها أنواع النعيم. والنار أعاذنا الله وإياكم والمسلمين منها، نعوذ بالله، فيها أنواع والعذاب الأليم. قالوا عن نور الكافر عن النابو قد جبل وحود، وعنها منين اللي جلودهم مثلا هو الشلة الفوقانية، قالوا عنها من تقريبا من تلحق مرحلة يعود متى تحس، كلما نضجت في القرآن كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. أعاذني الله وإياكم المسلمين من النار ومن عذابها. من اللي واجب به الإيمان المولي الشفاعات، النبي صلى الله عليه وسلم عنده شفاعات، عنده الشفاعة الكبرى خاصة به وهي المقام المحمود. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا كما جاء في كتاب الله العزيز.
يكفي الشفاعة الكبرى الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لإراحة الناس من الموقف. الناس يوم القيامة يقولوا عنهم تعطيهم الشمس بزره اللي حار، والناس فيه اللي عرقوا الحق 70 ذراع، وفيه اللي نعوذ بالله يذوب دماغه، وعدوا يختاروا حد يشفع فيهم ويريحهم مقع من يسوس الواعدين. يجوا قالوا عنهم آدم عليه السلام بور الخلق، وبعد ذلك يقول لهم يقوسوا نوح، ويقوسوا نوح يقول لهم يقوسوا إبراهيم، إبراهيم على النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم يقوسوا موسى، وموسى يقول لهم يقوسوا عيسى عليه السلام، ومن ينزل عيسى يقول لهم يقوسوا النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ لك النبي صلى الله عليه وسلم يسود تحت العرش ويلهمه الله سبحانه وتعالى محامد لم يلهمها أحد قبله ولا بعده، وهو يقال له ارفع رأسك سل تعطه واشفع تشفع. هذا به الأولمبيا تقول نفسي نفسي سواه في الفضل له كالشمس. هذا هو بالمنين يظهر فضل النبي صلى الله عليه وسلم، والله كان ظاهر قاع غير هذا النهار هو 200 عايد. هذا الشفاعة الكبرى لإراحة الناس من الموقف. عنده صلاة شفاعات أخرى، عنده يشفع بإخراج يخرج الناس من النار، ويشفع في أمته الكبار من أمته، ويشفع في رفعة الدرجات في الجنة، يرقب الناس في الجنة، ويشفع في دخول الناس، يعجل دخولهم الجنة. قال العلامة حمد الله بن العلامة محمد بن محمد السالم: شفاعات النبي في الستة إراحة الناس من الموقف، إخراج أهل النار من نارهم، إنقاذ مستحقها المسرفي. إذن يقول إيماننا بكلها واجب كما لجسوس الرضي الوفي. اللهم ورحمة الله تعالى عمتي كل امرئ إيمانه كذرتي، وفم حافلات جبريل عليه السلام، وفم شفع الأنبياء والملائكة والصالحين، حتى أن الرجل في الحديث عنه ليشفعوا في مثل ربيعة ومضر، وإن عثمان منهم بن عفان رضي الله عنه كما قال في الحديث، كما كان قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف إلى غير ذلك. هذا هو مثلا المسائل اللي واجب بهم الإيمان. كذلك اللي نتكلم على الإحسان، وأما الإحسان فقال: من دراه أن تعبد الله كأنك تراه. من دراه اللي هو علمه وهو النبي صلى الله عليه وسلم، تعبد الله كأنك تراه، تخلص في عبادة الله تعالى ولا تلاحظ فيها سواه مع اعتماد الإتقان كأنك تراه، فإن لم تكن تراه وإن لم تقدر على ذلك فلاحظ أنه يراه. قال تعالى: وهو معكم وإنما كنتم. قالوا المفسرين: أي بعلمه. وهذان الحالان ثمرتهما معرفة الله وخشيته. وهذا كان يقول لك أصل في حديث جبريل عليه السلام الذي راوي عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه اثر السفر، ولا يعرفه منا احد، حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم وسند ركبتيه الى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذه، وقال: يا محمد اخبرني عن الاسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله، وان محمد رسول الله، وتقيم الصلاه، وتؤتي الزكاه، وتصوم رمضان، وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: من المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مريضا، ثم قال: يا عمر، وتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله اعلم. قال: فانه جبريل اتاكم يعلمكم دينكم، وكما قال صلى الله عليه وسلم. الحديث اخرجه مسلم. قال العلماء: قال العلماء عن هذا الحديث: جميع علوم الشريعه راجعه اليه ومتشعبه منه، فهو جدير بان يسمى ام السنه كما سميت الفاتحه ام القران. وقسم العلماء علامات الساعه قسمين: صغرى وكبرى. صغرى كثره الجهل وقله العلم والتمين الخائن وخيانة اليمين وكهرة ذي الربا والعقوق والزنا نعوذ بالله والتطاول في البنيان وزخرفة المساجد. وفي الحديث الشريف: من اقتراب الساعة 72 خاصرة الحديث. وقسم القسم اللي هو العلامات الكبرى قالوا عنها قسمين، خمسة عنها متفق عليها، اللي هي نزول عيسى بن مريم على نبينا عليه الصلاة والسلام، وطلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة، وخروج الدجال، وخروج ياجوج وماجوج. هذوك خمسة متفق عليها، وخمس مختلف فيها، وخاص بالمشرق وخاص بالمغرب، ودخان باليمن، ونار تخرج من قارعة تسوق الناس للمحشر،
وخسف المغرب وخسف المشرق وخسف بجزيرة العرب ولوك خمسة. وأوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة في هذا يوم الجمعة، ليلة الجمعة ويومها، ومحبته صلى الله عليه وسلم واتباع سنته وأخلاقه، فلنا فيه سوة حسنة. ولنختم قاف قد قلت في المدينة المنورة، قلت يا رب مجدتك بالحمد اللي جيت لهذه البلاد، زرت البيت، وهذا أنا عند نبينا شفيع العباد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.